صديقا شفت في صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بدايه اسبوع الويكند، نتمنى تقضيوا معنا هذا الويكند بصحه جيده. مباشره من تطوان اهلا وسهلا ومرحبا. بعد تعليق الرحلات الجويه بين المغرب وفرنسا واسبانيا بسبب السلاله المتحوره الجديده، واش مازال عائلات ديالكم عالقين؟ طبعا عدد كبير ديال المغاربه اللي كانوا من والى باغين يتنقلوا من المغرب اتجاه اسبانيا او فرنسا، ومن فرنسا اسبانيا اتجاه المغرب. كاين عدد كبير ديال الجاليه المغربيه اللي كتجي تدوز رمضان هنا في المغرب، وكاين اللي جاوا في زياره عائليه وكانوا راجعين بحالاتهم. اذا واش انت ولا انتي من العائله، او انت شخصيا، او انت كذلك اختي اخي، في هذا الصباح، في هذه الجوله الصباحيه، من العالقين بعد تعليق الرحلات الجويه بين المغرب وفرنسا اسبانيا بسبب السلاله المتحوره الثالثه اللي سريعه الانتشار، حسب بلاغ وتصريح وزير الصحه ورئيس الحكومه سعد الدين العثماني. اذا من تطوان صباحكم بروك، وبدايه اليوم الصباحي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنوا كذلك الله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا كذلك هذا الويكاند دوزوه بخير وعلى خير، هذا هو الاهم. اذا بغينا ارائكم، واش كاين شي واحد من العائله ديالكم، او انت او انت اخي او اختي، اللي مازال عالقين بعد تعليق الرحلات الجويه من والى اسبانيا وفرنسا؟ طبعا هذا القرار ديال تعليق الرحلات تزامنا مع شهر رمضان وعيد الفطر كذلك، مع العدد الكبير والهم اللي تي العدد المهم عفوا اللي تيجيو الجاليه المغربيه او من والى، ولكن طبعا تفاديا لاي طريق قد يحدث او قدوم شي سلاله متحوره متسلله في شي طائره، ما كما وقع في الدخله. اذا دائما المتسبين، نحن معكم في الجوله الصباحيه ديال الاجواء ديال تطوان، مرحبا بكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. بعد تعليق الرحلات الجويه من المغرب فرنسا اسبانيا من والى، واش مازال عائلتكم عالقين، او انت او انت اختي كنت هنا باغا تمشي ولا تما باغا تجي؟ طبعا هو ملي كنهضروا على العالقين هو لا كان شي واحد جا، اما لا كان باقي في البلد ديالو وفي المنزل ديالو كيتسمى ماشي مشكل، حسن ما كان يبقى لا هنا لا له. هذا هو السؤال. من تطوان صباحكم بروك، صباح الخير السي رشيد، صباح الخير كل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. هذه الاجواء الصباحيه. الاخوان شي واحد تيقول الصوت قليل، واش الصوت قليل ام الاخ عنده شي تليفون ما مصرجيش مزيان او شي عطب تقني خارج على الاراده ديالنا؟ للتاكيد السي رشيد، واش الصوت موصول مزيان مسموع او قليل باش نعرفوا اين هو الخلل؟ من تطوان دائما متسابقين، احنا معكم في الجوله الصباحيه، صباحكم مبروك، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنوا كذلك الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء في هذه العواشر، ايام فقط تفصلنا عن حلول شهر رمضان الابرك. هذه الاجواء الصباحيه ديال تطوان مع عرفت زخات مطريه خفيفه هذا الصباح. صوت مليح، صوت مزيان، يقول مراد عبد الرحمن تحياتي لكم. اذا من تطوان دائما في الجوله الصباحيه عبر شوارع الحانوت البيضاء، نتمنى تقضيو معنا اوقات جميله. بغينا تبقى الكورونا ديما مراد هيتش 20 سنه تاع الحظر الصحي، الله يحفظ، مع الله يستر السي سعيد. لا لا الله يخليك. محمد يقول الصوت مزيان، لا بالعكس، حنا بغينا تنتعش الحركه الاقتصاديه والسياحيه، كفانا من هاد المده. طبعا خارج على الاراده ديال الكل، ولكن شاءت الاقدار. هذه الاجواء الصباحيه ديال تطوان متسابقه، نشوفكم نتمنى والدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى كذلك ترجع المياه المجاريها. قولوا لنا من كتسمعونا شنو رايكم في تعليق الرحلات الجويه من المغرب الى فرنسا واسبانيا والعكس الصحيح. حمزه يقول الصوت مزيان، شكرا لك سي حمزه، وشكرا لكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. هذه الاجواء الصباحيه ديال تطوان، تحياتي لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. صباح الخير سي بلال، صباح الخير كل المتابعين الاوفياء، تحيه لكل المتابعين عشاق تطوان بارو بلانكا الحمراء البيضاء. طبعا تطوان باقي لاش بزاف وتعمر عاود كالعاده، الصيف على الابواب بعد شهر رمضان ان شاء الله، يعني رمضان ان شاء الله غادي يكون 12 في الشهر، والعيد الفطر كذلك 12 13 على اعلى تقدير ديال شهر 5 اللي طور بي في العمر، راك البحر هذيك الساعه، ونطلبوا الله انها ترجع المياه المجاريها وتفتح
الحدود يدخلوا الجاليه المغربيه وتنطلق عمليه مرحبا، لان الوضع الاقتصادي كذلك هو يبكي لحاله بسبب الاغلاق، لان بصراحه يعني اموال طائله تدخل من طرف الجاليه المغربيه التي تشري الارض التي تشري الدار التي المهم يعني الحركه كترتفع اقتصاديا طبعا. ونتمنوا دائما الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء. صباح الخير عبد الكريم بركاني، تحيه للناس ديال تطوان، تحياتي لك وتحيه لكل متابعينا من بركان. غادي نمشيو معكم لمدارة شفشاون المؤدية إلى طريق شفشاون، ونتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة الصباحية. هذه هي تطوان في هذا الصباح، قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايرة الأجواء في المناطق ديالكم. طبعا تطوان في الصباح الباكر كانت سخات مطرية، والآن على ما يبدو البداية ديال الجو غادي يصفى إن شاء الله، وغادي يكون جو مشمس، هذا هو الأهم. عاطفة من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، تحياتي ليك وتحية لكل المتابعين من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. هذه الأجواء الصباحية ديال تطوان، قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايرة الأجواء في المناطق ديالكم. المدخل ديال مدينة تطوان من جهة ديال الرمانة طابولا ومدارة الشفشاون بجانب واد أو سهل مرتيل. عبد الكريم بركاني اللي قلت وحش الشفشاون، طبعا ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا شي زياره ان شاء الله في شهر رمضان لمدينه شفشاون الجوهره الزرقاء، ونقول لكم الاجواء الرمضانيه كذلك باش شفشاون الجوهره الزرقاء. هذه الاجواء ديال تطوان الحمراء البيضاء هذا الصباح، قلنا كيفاش داير الاجواء في المناطق ديالكم في المدن ديالكم، واش كاين شي جو مشمس وشي سخات مطريه. صباح الخير، تحية للدار البيضاء، تحية تاع كريم، تحية لكل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. غادي نوصلوا للمدار الطريق المؤدية إلى شفشاون، وتحية لكل المتابعين من الجوهرة الزرقاء شفشاون المدينة الجميلة. ونتمناو إن شاء الله في القريب العاجل انتعاش الحركة الاقتصادية والسياحية، هذا هو الأهم، لأن الكل تينتظر العودة للحياة الطبيعية. ونتمنى ان شاء الله في القارب العاجل ترجع الحياه الطبيعيه لانتعاش الحركه الاقتصاديه والسياحيه، هذا هو الاهم. من مداره شفشاون طريق مؤدي الى طنجه في مشهد الشاحنه، وهنا في هذه المداره في الاتجاه هذا الطريق المؤدي الى شفشاون، وهذه العوده الى وسط المدينه. وهانتوما كتشوفوا تعرفوا السعرات الجاريه لشهر رمضان شاحنه محمله بقدينات ديال الغاز في اتجاه مناطق اخرى طبعا للتوزيع. ونطلبوا الله الدعوات ديالكم. تحيه الرشيد من العاصمه الاسبانيه مدريد، تحيه لكل متابعينا من مدريد، وتحيه لكل متابعينا من الدول الاوروبيه والعالم باسرعه، عواشركم مباركه. ونطلبوا الله الدعوات ديالكم. تحنا في الدار البيضاء، تحنا الشمس في الدار البيضاء، تقول فاطمه، تحيه فاطمه من الدار البيضاء. هذه الاجواء ديال تطوان، طبعا اليوم غيكون جو ما لا شك فيه جو سخون، لان الضباب ديال هذه الشميشه اللي طالعه دابا غادي يخرج النهار سخون. يوسف من كاتالونيا، تحيه الناس ديال اف شي برشلونه، تحيه الناس ديال برشلونه في الدرجه الاولى، والناس ديال السنترو برشلونه الراملات بلاصه كاتالونيا بلاصه اسبانيا والبويرتو، هذو المناطق سي يوسف اللي كنعشقهم حد الجنون، بلاصه اسبانيا وبلاصه كاتالونيا الرملة والبويرتو، هذو المناطق طبعا الجميله. الاله كيقول عندنا الشتاء في الناظور، تحيه الناس ديال الناظور الله يرحمنا قد النفع وقد قواتنا، تحيه لكل متابعينا من برشلونه. تحيه الكريم كازاوا، تحيه الدار ديال البيضاء، تحيه الناس ديال الدار البيضاء، تحيه لكل متابعينا من الدار البيضاء. اجواء جميله في هذا التوقيت متابعينا، احنا معكم في هذه الجوله عبر الشوارع الحمراء البيضاء. هذه الاجواء ديال تطوان، قولوا لنا كتابعونا وشنو رايكم في الارقام. تبارك الله عليك، عليك مرحبا، مرحبا سي يوسف، تحياتي ليك وتحيه لكل متابعينا من برشلونه. طبعا برشلونه انا من عشاق برشلونه وزرتها عده مرات، مدينه جميله سياحيه بامتياز، وطبعا الناس اللي مشات لبرشلونه كتعرف هذه المناطق اللي هضرت عليهم، وذوك البلاصه اللي كاين في الرامبلا سي يوسف لا يعني ما شاء الله عليها،
كتجنني الحقيقه. بقوس كتعجبني كتجنني يعني ديك النظافه ديالها وديك الخيرات اللي فيها. طبعا اللي مشى لبرشلونه اكيد غيكون دخل من ديك البلاصه في السنترو اللي كاين في الرامبلاس، يعني من الخيرات كل ما لذ وطاب والاثمنه في المتناول ديال الجميع. اورو ممكن تاخذ عصير واعر طبيعي في البلاصه يا كاس يوسف. إذن من تطوان دائما مرحبا بكم اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن. هذه هي الاجواء الصباحيه ديال تطوان. قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم، ونتمنى وان شاء الله تقضيوا معنا اوقات جميله في هذه الدردشه الصباحيه. صلاح من برشلونه، تحياتي ليك وتحيه لكل المتابعين من برشلونه الاسبانيه. طبعا برشلونه بصراحه من المدن السياحيه اللي كتستقطب الملايين ديال السياح، كتستقطب الملايين ديال السياح. وطبعا ملي كنهضروا على المدن الاسبانيه تقريبا اغلبيتهم يعني تكونوا مملوء يعني عامره بالسياح. ملي كنهضروا على سيفيا كذلك ما كنستثنيوش الاخيره لا بلاصه اسبانيا، يعني الكاتدرال السنترو ديال سيفيا يعني من المناطق اللي هي معروفه. مالاغا حتى هي، المهم كوستا ديل سول يعني مارفيا ستيبونا فوانخيرولا توريمولينوس بين المدينه، هادو مناطق سياحيه بامتياز واللي كتعرف. وطبعا العاصمه ديالهم هي مالاغا. إذن من تطوان دائما متسبين نحن معكم في هذه الجولة، نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة. هذه هي تطوان في هذا الصباح، قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش داير الأجواء في المدن ديالكم، ونتمنى إن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل، ونزوروا المتسبعين ديالنا الأوفياء باريو تشينو. طبعا طبعا تحية الناس ديال باريو تشينو، تحية سي رشيد الناس ديال باريو تشينو بالعاصمة الإسبانية مدريد. تحية إمي ترينتو طريخو دياردوس الكالا دي نارس بورتا ديال سول هي مينيدا. المهم فكرتينا في الايام الجميله في الزيارات اللي كنا تنقوموا خارج كورونا الله ينعس الشيطان، ولكن للاسف. نتمنى ان شاء الله في القريب طبعا برشلونه من المدن الجميله، وهي الحقيقه كل منطقه في اسبانيا كل مدينه عندها خصوصيات ديالها. ملي تنهضروا على اسبانيا بالنسبه للسياحه تبارك الله ما شاء الله 10 على 10. اذا هذه الاجواء ديال تطوان، نتمنى الدعوات ديالكم، نتمنى الله يرفع علينا هذه الوباء، نتمنى ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. هذه الاجواء ديال تطوان، قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم في هذا الصباح. علي من ناحيه الايبيزا بالاسبانيا. طبعا ملي كنهضروا على الايبيزا السياحيه الشاطئيه، وانتم ما كتعرفوش شكون اللي كيمشي لايبيزا في الصيف الانجليز الراسمالي، لان جزيره جميله روعه بمكان. طبعا ايبيزا الروعه 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 الروعه. تحيه لسي علي وتحيه لكل المتابعين، الله يرفع علينا الوباء. ويوسف يقول راه الحكومة قالت من المستحيل يفرضوا الحظر الصحي بعد ماي، وان شاء الله طبعا بعد عيد الفطر نطلب الله نطلب الله بعد عيد الفطر تبقى الحياة الطبيعية عادية. هذا هو الأهم، بغينا ترجع الحياة الطبيعية، ولكن في انتظار الذي يأتي أو قد لا يأتي. لو قبل المغرب ان شاء الله يرفع الحظر ان شاء الله ان شاء الله. طبعا كتهضر سيش على الحكومه الاسبانيه زعما بعد ماي ما تكونش ما يرجعش الحظر الصحي، نطلبوا الله لما لا، نطلبوا الله نطلبوا الله ان شاء الله في القريب العاجل ترجع الحياه الطبيعيه. هذا هو الاهم مما لا شك فيه اكيد اكيد ان شاء الله. اذا كيدايره الاجواء الان في برشلونه سي يوسف، يعني الحاله الاقتصاديه والمناخيه والوبائيه كذلك. حدثنا عن الاجواء بالعاصمة السياحية برشلونة. إذا متسبين نحن نزل معكم في الجولة عبر شارع خالد بن وليد على مقربة من تلوة قاضي عياد الشهيرة القديمة المعروفة. طبعا مما لا شك فيه أنه المتسبين ديالنا اللي خارج أرض الوطن أو داخل أرض الوطن، الناس ديال تطوان اللي قراو في قاضي عياد يعني تعرفوا أنه بناية قديمة وقديمة بزاف. ونتمنى الدعوات ديالكم دائما الله يرفع علينا هذا الوباء. هذا هو الاهم، جوله صباحيه ودردشه مع الحباب عفوا. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه.
من شارع خالد الوليد اتجاه شارع الجزائر عبر شارع 10 ماي وصولا الى ساحه مولاي المهدي بلاصه بريمو الخاصه. هذه هي تطوان في هذا الصباح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير تسعود وخمسة ديال الدقائق ونطلبوا الله في القريب العاجل ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، على ودعكم ساحه مولاي المهدي بلاصه بريمو الخاصه، ونتمنى وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومزيدنا الحيطه والحذر، وكل واحد يتحمل واحد الجزء ولو قليل ديال المسؤوليه باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحه متسبعينا، لان انت وانت اخي اختي كل واحد يساهم بشكله باخر اما في انخفاض اما في ارتفاع ديال عدد المصابين. اذا مزيد من الحيطه والحذر من شارع 10 ماي قلب تطوان. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتكف كالعاده، نودعكم في ساحه مولاي المهدي بلاصه بريمو الخاصه. والله جميل الجو، جميله الجو، ممطر من الناحيه الاقتصاديه، الخدمه في الشركات راه ما تخص الازمه، قطاع السياحي تضرر بزاف، لكن المساعدات الحكوميه كتخفف هذا الضرر. اوكي سي يوسف، طبعا القطاع السياحي اكيد ما لاش كافي، لان برشلونه من المدن اللي كتخدم على السياحه، وانتم كتشوفوا سي يوسف شارع يعني برشلونه في جميع المناطق ديالها، في سانس، في تيراسا، يعني مناطق، ولكن القلب ديال المدينه انتم كتلاحظوا شنو اللي تيكون عدد كبير، خاصه في البلاصة ديال اسبانيا، في الرامبلاس، في بلاصه كاتالونيا، في بلاصه ديال هذيك المعروفه السوق، يعني بلاصه ديال الفواكه ومجموعه ديال الامور كتكون ملؤه عن اخرها مختلف الجنسيات. متسابقا شوف تيفي، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كان معكم معتكف كالعاده، امين نلقاكم بخير في مباشر اخر، الى اللقاء.